يوميات يوميات عبد الرحمن والأحلام، يوميات عبد الرحمن والأحلام. حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع وجداني، في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان. وهناك أحلام لكي تصغي، ناداها الشوق وناداني، ويتابع أنس في شغفي. ما أجمل قول العدناني، كلمة صدقت أحرفها واختصرت كل الأزمان. ينسب حديثك في قلبي عبقا برحيق الإيمان. حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع وجداني، في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان. يومية عبد الرحمن والأحلام. أتعلم أني نادراً ما أراك لا تأكل؟ وهل هذا شيء جيد أم سيء؟ جيد بالطبع، فأنا أتوقع بعد سنوات قليلة ستصبح بحجم دب قطبي، وسيطلقون عليك لقب شقيق الدب. مزحة سيئة. مزاح حقيقة يا سعيد، لقد أنفق أبي نصف ماله على معدتك. يا أخي اترك لنا النصف الآخر. تصبح على خير. ماذا حدث؟ كنت أمزح معه فحسب، واهتمي بشؤونك فقط أيتها الطفلة العنكبوتية. ماذا؟ لا تتحركي في الليل كثيراً كي لا تسببي لنا رعباً. زاد الأمر عن حد. أخفتيني بشدة. اذهبي من هنا أيتها القصيرة. ماذا بك؟ اسأل. ماذا فعلت لها؟ كنت أمزح معها. أخبرني، هل ستلعب غداً في مباراة نادينا؟ نعم. هل ستلعب بقدميك فقط؟ هل أخبرك أحد أني سألعب بأذني مثلاً؟ لا، ولكن لتفوزوا عليكم أن تلعبوا بأقدامكم وأيديكم، فأنتم لا تعرفون شيئاً عن الكرة سوى أنها دائرية. مستفز. ماذا بك؟ اسأل خفيف الظل. ماذا حدث؟ كنت أمزح معه. دعك منه. كيف حالك يا حكيم العائلة؟ بخير، وأنت؟ بخير يا سقراط. هل ستمزح معي أيضاً؟ تصبح على خير. أحلام سعيدة يا سقراط. يا أمي، يا أبي، يا شباب، أنقذوني، أنقذوني. لا، لا تؤذوني، لا أرجوكم. لا تخف، نحن إخوتك. ما هذا المزاح السيء؟ وهل كان مزاحك معنا لطيفاً؟ ولكن يا عبد الرحمن، أيجوز أن ندع السيئة بالسيئة؟ اطمئن يا أنس، الأمر ليس مزاحاً. لقد انقطعت الكهرباء بالفعل، والعامل في الخارج يقوم بإصلاحها، وقد جئنا جميعاً عندما سمعنا صراخك. حقاً. نعم، رغم أنك مزحت معنا مزاحاً سيئاً، إلا أننا لم نرد أن نعاملك بأسلوبك ونسخر منك، وجئنا بعد أن سمعناك تنادي لنضيء لك الغرفة. أنا آسف يا أشقائي، ولكني كنت أمزح. لا تمزح بكلام مكروه، واتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح؟ نعم. وكيف كان يمزح؟ كان يمزح بكلام صدق دون أن يؤذي الآخرين بكلمة. وسأذكر لك موقفاً له في المزاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. لم يصفه بصفة ذميمة أو بعيب فيه أو يسخر من شيء فيه، بل مزح معه بلطف
كي يجعله يبتسم ولا يغضب أو يشعر بضيق. سامحوني، لقد عادت الكهرباء، لما تحملون كشافات والضوء موجود؟ هل أنتم مجانين؟ يبدو أننا سنغلق الأضواء بأنفسنا هذه المرة. لا لا، لقد تعلمت. لا تمزح بكلام جارح، لا لا لا، وتلفظ قولا مكروها، لا 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 لا، كن صادق القول متسامح بكلامك، بكلامك اصنع معروفا. المزح شيء مقبول اذا كان بادب وتعقل، فلتمزح بكلام طيب فهذا ارقى وافضل، ان كنت ستنادي صديقك فناديه بافضل القول. لا تنبذ أحدا بالقول وتقول هذا مزاح شباب، لا تمزح بكلام جارح، لا لا لا، وتلفظ قولا مكروها، لا 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 لا، كن صادق القول متسامح بكلامك، بكلامك اصنع معروفا. لا تمزح بكلام جارح، لا لا لا، وتلفظ قولا مكروها، لا 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 لا، كن صادق القول متسامح بكلامك، بكلامك اصنع معروفا.